وإلى حضراتكم الآن الأخ المكرم محمد علي رضا المتعلم بالصف الثالث يخطب أمام ساداتكم حول الموضوع معشر الشباب الإسلامي في العصر الحاضر، فليتقدم مشكورا. الحمد لله الذي في خلقه شؤن وأطوار، وحارت فيه الأفكار، وكلت في بدائه البصائر والأبصار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي الأمي وآله وصحبه الأبرار، ولا عدوان إلا على الطغاة ظالمين الأشرار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أصحاب الفضيلة والسعادة وإخواني الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن أتحدث أمامكم بموضوع عن مسؤولية الشباب الإسلامي في العصر الحاضر. يا معشر الشباب، إنكم تعلمون حقا أن الدين الإسلامي القويم فأصبح في هذه الأيام كسلة غنم لا راعي لها أو مرتع خصف، لا زائد أنحما، أو يتيم مات أبواه فأصبح لا يجد من يربي ويحنو عليه، أو مريض مدنف أشرف على الموت لا يلقى طبيبا، لا يلقى طبيبا يدافيه بجرعة من الدواء. وأن مهود الحضارة والثقافة والمدنية والحكم والسياسة أصبحت مسرح الفوضى والانحلال والاختلال، وشغلت بنفسها وأفلست في معنوياتها. نعم يا إخوة الإسلام، إن أرض الله أوحشت من أهل الإسلام والإيمان، وامتلأت والآفاق من عبد الطاغوت والبدع في الدين، وأطبقت اللوم بعضها فوق بعض على كافة الناس، وصار الحق رسما عافيا، خلقا باليا، ميتا وسط أموات. يا معشر الأمة المحمدية، أسألكم ومعذرة إليكم، والمعاذير تقبل، ما هو واجب الشباب المسلم في هذه الأونة الجرحى، وما مسؤوليتهم في هذه الظروف المزعجة والخطر التي تثير الحزن والكآبة؟ فتعالوا معي نتفكر ساعة، ألا إن ما توصلنا إليه من النتيجة أنه ليس لهم إلا أن يحملوا رسالة الله الخالدة، ويصلحوا هذا المجتمع البشري بقدراتهم ومباهيهم وموهلاتهم التي كرمهم الله عز وجل بها، لأنهم هم الذين يقدرون على أن يضحكوا كل عصر بأموال بأنوارهم، وتتحدد بهم الكائنات، وتنتعش بهم القوى، وتستيقظ الأجسام والقلوب والعقول. يا معشر إخواني الأفاضل، ألستم مسؤولين عن هذه المهمة؟ وقد وهبكم ربكم هذا الشباب الموفور، وهذه القوة المتدفقة، وهذه الدماء السخية، وهذه الفطرة السليمة الحارسة الأمينة. وقد وهبكم ربكم هذا الشباب الموفور، أنتم أبناء من وأولاد من؟ أنتم أبناء المغامرين الأبطال المباشرين، وخالد بن الوليد، ومحمد بن قاسم، وموسى بن نشير، وطارق بن زياد. ألستم مسؤولين عن القضايا الإسلامية الحاضرية؟ وأخيرا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والفعل والهدي، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.